إلى موضوع آخر، حيث من المقرر أن تقام في ساحة العروض في مدينة خورمكسر شرقي العاصمة المؤقتة عدن مليونية المقدم المختطف علي عشال بالتزامن مع استنفار قوات المجلس الانتقالي لمنع إقامة هذه التظاهرة. وكانت اللجنة التحضيرية وقبائل أبين قد دعت إلى الاحتشاد وإقامة مليونية في ساحة العروض في عدن مساء اليوم السبت تضامنا مع المقدم علي عشال الجعدني والمطالبة بالكشف عن مصير المختطف منذ يونيو الماضي. وفي وقت سابق أمس الجمعة وجه المجلس الانتقالي قواته إلى الاستنفار في عدن ومحافظتي أبين ولحج ومنع دخول عدن أي عناصر وصفها بالمشبوهة مدعية إلى التظاهرة. ومساء الجمعة نشرت قوات الانتقالي وحدات أمنية إضافية في النقاط والطرق الرئيسية ومداخل مدينة عدن لمنع دخول المتظاهرين. وسبق أن حذرت اللجنة الأمنية في عدن من محاولات افتعال مسيرات قد تستغل أو تستغل لنشر الفوضى. والوقوف حول هذا الموضوع ينضم معنا ناطق باسم اللجنة التحضيرية لمليونية عشال السيد مقبل الجعدني. نرحب بك سيد مقبل معنا إلى أخبار المنتصف. بداية، هل ما زالت هذه الفعالية الآن في ظل ما يجري حاليا وهذا اللغط من أنه سوف تقام أو لا تقام، هل فعلا الفعالية سوف تقام أو ألغيت؟ كل ما تعنيه الكلمة. نعم سيد مقبل أنت معنا مباشرة. نعم. هل تسمعني؟ نعم تفضل. تحية لك. نعم. تحية لك السيد مقبل، أرجو فقط أن تذهب إلى مكان حتى نسمعك جيدا. هل ما زالت هذه الفعالية الآن؟ الآن وسط الهجوم المتفاعل في منطقة العريش يتضررون وأطلاق نار بشكل كثيف على المواطنين لإخافة المحتجزين المتظاهرين، لكن لم يثنون عن هذا أبدا. سيد مقبل أنت الآن من موقع التظاهرة وتتحدث أن هناك إطلاق نار حاليا. نعم من موقعها. نعم من موضعها، من موضع الاستشهاد الان. نعم. ونحن في العريش في منطقه اسمها العريش. نعم. متجهين الى ساحه العروض وهم يحاولوا منعنا باطلاق النار بجميع الاسلحه. تتحدث عن يعني قوات الانتقالي يعني تطلق النار الان عليكم وانتم متواجدون في منطقه العريش. لا نعلم اي قوه. المهم انهم معترضين ونحن اغلب الجماهير الان اجتازت الجماعات. طيب صف لنا المشهد سيد مقبل وانت الان تتحدث يعني في منطقه العريش، ما الذي يحصل تحديدا؟ هل الناس يتوافدون او يعني الان من خلال اطلاق النار تفرق المتظاهرون؟ تتوافد من جميع المحافظات. تتوافد الناس من جميع المحافظات الجنوبيه ومن تتوافد الناس واوقفوهم، اوقفوا البارسات واوقفوا الناقلات اللي نقلت الحشود وصارت الناس على الاقدام. اذا انت تؤكد سيد مقبل ان المواطنون يتوافدون من كافه المحافظات ولكن الان عند المداخل يجري توقيفهم من قبل القوات الانتقالي، اليس كذلك؟ نعم صحيح. طيب هل باعتقادك الامور سوف يعني تزداد خطوره حاليا ويتم تفريق هذه التظاهره؟ الو سيد مقبل هل تسمعني؟ صوتك ضع، انا دخلت الان ما اشتغلت. نعم طبعا نتمنى لك السلامه سيد مقبل، وانت تتحدث ان هناك اطلاق نار يعني الاجواء متوتره وحاله من استنفار الان في حيث انت في منطقه العريش، وتؤكد أن المواطنين يتوافدون إلى هذه المنطقة رغم ما يحدث حاليا من إطلاق نار من قبل الانتقالي. هذه المعلومات أتتنا مباشرة الآن من موقع الحدث، تحدث بها سيد مقبل الجعدني الناطق باسم اللجنة التحضيرية لمليونية عشال، ونشكر انضمامه معنا ونتمنى طبعا السلامة للسيد مقبل ولجميع المتظاهرين في هذه المنطقة تحديدا في منطقة العريش في عدن.